أنا حنان الحجاري من هاني من قلب عرسال. بعمل جولات، في عندي شغل بقلب العيادة، في عندي شغل بطلع جولات على الميدان. أوقات بنلاحظ على الوالد عم بشتغل مع أطباء، منظمة أطباء بلا حدود، إلي تقريبا سنة وشاه. كرمال بدنا كنا نعمل جولة كرمال الأعمال، لأنه بنخيم في كثير أعمال، بدنا بلكي بنقدر نحط خليك يمين. عندي 4 أيام بشتغل برات العيادة، منشوف أحوال النسحين شو عاوزين، شو عندهم مشاكل. هلا نحن بنهتم أكثر شيء بالناحية الصحية أكيد. What we are seeing is that there is an ongoing increase in newcomers, and for this reason also we have observed an increase in tensions among the Syrian refugees themselves, but also between the Lebanese hosting community and the Syrian refugees. في عنا مخيم هلا شفناه على الطريق 82 خاين، في عنا مخيم 45 خاين كلهم كبار. لأنه أنا من عرسال فعملائي كتير سهولة بالشغل أكتر ما أكون من برات عرسال. أول شيء بالنسبة للمناطق، لأني أنا بعرف المناطق فما بلاقي صعوبة إذا حدا دالني إنه أنا بيتي بالمنطقة الفلانية بقلب عرسال. Some of those 10 settlements are prone to floods. It's a wind, it is rain, so people are not equipped to face those conditions. أكيد أنا حامل الياء، حتى لو ما كنت حامل بس أكيد لأني حامل بحس زيادة فيهم. يعني مثل اليوم المرة وقت اللي عم تخبرنا أنه البيبي مات، فهي شغلة كتير صعبة أكيد، وبحط حالي محلها أنه إذا أنا ابني مات وممكن أنا معرضة، ممكن ما أقدر أوصل على المستشفى، ممكن موت أنا والبيبي، أكيد بحط حالي محلها وشغلة كتير صعبة، وأنا بقدر وضعها هي كيف كان.